هعمل دعاية وما حصلتش عشان يشتغل. وانت يا ستي هتبقي شركة راس المال. بس ما تخليش بالك خالص، انا هعمل كل الشغل، ما كده دعوة بتفاصيل. انت مزنوقة في كده. يعني هو 100,000. بس انا بصراحة عندي ديون مشكلة، فما سددتش الفلوس هتصير. فيعني لو قدرتي تخليهم 200,000 يبقى كتر خيرك، وانا هسددهم لك في اقرب وقت. 100 ولا 200 يا شيرين؟ مش عارفة، انا خارجة من جوزة فاطمة. وعندي مصاريف متلتلة ومشاكل ما بتخلصش. معلش يا أمير، أنا عارفة إني متأكدة عليكي، بس والله العظيم أول ما لقيتيني أشتغل أنا هسيب لك كل اللي فات. فات إيه؟ أنا مش عايزة أي حاجة من اللي فات، لو كنت عايزة حاجة كنت طلبتها. بصي أنا هحاول كده يعني أدبر لك مبلغ صغير تمشي بيه نفسك، أوكي؟ بس ما تعمليش اللي عملتيه مع رامي المرة اللي فاتت. عشان خاطري. حاضر، كتر خير. دوس. الو؟ ايوه يا اميره، مالك يا حبيبتي؟ حبيبتي يا حبيبتي، علقتك في ايه يا فردوس؟ سمعتي مني؟ هيهرب منه، مش هيجي وراه. المهم انت بقى شيلها في دماغك خالص.